ندمت على فترة الفن؟ هو مو عن الفن، عرفني في ناس كثير يعني في الكويت، في السعودية، في الإمارات، في قطر، يعني كونت لي صداقة أنا لا أنتمي لهم ولهم. يعني الفن وصلني مثل الأغاني والأشعار هذه، عرفتني في ناس كثير. بس لو رجع بك الزمن تغني ولا لا ما لا تغني؟ ولا أنصح أولادي، أولادي ما عندهم ميل غنائي. الآن عندك أنت بعض يعني زي النصائح بين فترة وفترة تشيلها، يعني زي الشيلة أو النشيدة، نبي نسمع منك شيء. والله أنت الحين ما خليت نبشتني نبش عدل، ايه وقعدت تطلع أسراري والأشياء. أبو محمد يمكن آمين يا رب، يمكن هذا أول لقاء من فترة طويلة وغياب طويل، فإحنا يعني اعتبرنا طماعين اليوم شوي وأنت